بونسوار. رحب بك المشاهدين مشاهدي ال بي سي اي والال دي سي. صار وقت اليوميه هاللعبه يلي كتار منكم عم بيشاركوا فيها وبيلعبوها، ان كان يوميه 3 يوميه 4 واليوميه 5، والكل عينه على ال 35000 ليره اللي هي اقل جايزه، بس بتصور الكل عينهم على ال 120 مليون ليره. جود لك لكل الاشخاص يلي مشتركين باليوميه 5 اهم شيء، يلي هي من خلالها فيكم تربحوا مبالغ كبيره. وقبل ما نبلش بدنا نقول اهلا وسهلا بعضو لجنه الرقابه ومندوب وزاره الماليه، والليله موجود معنا استاذ جلال زيدان. كيفك جلال؟ الحمد لله. جلال حضرتك موجود لترقب لنا صحبة ثلاثة، وفورا منبلش مع اليومية ثلاثة. فيكم تلعبوا ب 500 ليرة، ب 1000، 1005، 2000، 2005 و 3000 ليرة هيدي اللعبة. فيكم تنقوا أرقامكم مثل ما بدكم بالدور أو حيلا. أول طابة رقمها 7. طابة الثاني رقم 3، وطابة الثالثة رقم 5. السري بيكون 7 3 5. أكيد في منكم مختارين أرقامهم بالدور أو حيلا. إذا كنتم مختارين أرقامكم بالدور وسبتوا هول الأرقام، القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 400 مرة لتعرفوا قد إيه بتربحوا مصاري. وإذا كنتم مختارين هول الأرقام بس نقيتوهم مش بهيدا الترتيب يعني حيلا، بتربحوا معنا إنما القيمة بتقل لأنه المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 70 مرة. هلا بننتقل أنا وياكم لسحب جديد لشبكة اليومية 4. تنشوف شو رح تختار المكنة من 4 طابات. وطبعا لكل الأشخاص المشتركين باليومية 4 هن يلي رح ينطروا أرقامهم. طابة الأولى رقم 8، من بعدها 2، 8 عن جديد، معقول يكون 2. المكنة بتقول ياي 2. ايه 8 2 2 8 2. يا ريت طلبت مش رقم 2، طلبت مثلا شي مليون دولار. طيب على كل حال اذا حدا انتكس هول الارقام ثاقبت وصابهم مثل ما هن 8 2 8 2 بيكون ربحان. ليعرف قد ايه، اذا صابهم بالدور القيمه يلي دفعها بيضربها ب 400 مره، واذا مختارهم حيلا القيمه يلي دفعها بيضربها ب 150 مره. هلا بننتقل انا وياكم لسحب اخير لليله واللي هو اليوميه 5. هنشوف المكنة شو راح تختار. 1 2، يلا نشوف اذا السري رح بيكمل. 3 لا 5. 1 2 5، بدنا 4. هات لنشوف اذا 4 ما زبطت. المخرج كان عم بيقول اذا 4 بالحيلا بيصيروا 10452. طبعا ما صابت معنا. انت بتتكسهم فويو هيك، انت بعرف بتتكس 9 6 1. طيب اذا كنتم مختارين هول الارقام بالدور القيمه اللي دفعتوها بتضربوها ب 40000 مره، واذا مختارينهم حيلا القيمه اللي دفعتوها ب 350 مره. والف مبروك لكل الاشخاص يلي ربحوا معنا بسحب الليله. هلا بنرجع لعندك جلال، لو سمحت تاكد لنا الارقام. سحب يومي رقم 465 لنهار الاربعاء 15 تشرين 2 2017. الارقام الرابحه لسحب يومي 3 7 3 5، لسحب يومي 4 8 2 8 2، لسحب يومي 5 1 2 5 0 9. شكرا لك جلال، الف مبروك لكل الاشخاص يلي ربحوا معنا بسحب الليله. وطبعا كل الاشخاص يلي ما ربحوا الليله بنقول لهم بسيطه، كل يوم مع اليوميه فيكم تجربوا حظكم، كل يوم فيكم تتكسوا الارقام يلي بتعتبروها ارقام الحظ تبعكم، عندكم الهام عليها او ارقام عيد ميلادكم ما بعرف، او ارقام معينه بتحبوا انه تلعبوها، ان كان من خلال اليوميه 3، اليوميه 4 او اليوميه 5. انا برجع بشوفكم بكره ان قدرت اذكركم انه كمان فيكم تلعبوا اليوميه من خلال ابلكيشن ال ال دي جي. وهلا بقلكم باي.
Group proudly presents Stomp at the Casino de la Ball. Stomp at the Casino de la Ball. يكون هين هو تقابل مندوب بلوم بانك عبر الفيديو تشات. بلوم بانك ليه ماما كيف فيني ساعدك؟ بس يلي ما رح يكون هين تبينوا اثنيناتكم بالكادر فرجيني تبين الطيارة مع هيك شعر تقنع عمك انه مش وقت تدوق التبولة. اليوم بلوم بانك بيقدم لك خدمة الفيديو تشات يلي فيك تستخدمها من خلال الاي بلوم لايف تشات. بمجرد الضغط على رمز الكاميرا فيك تقابل فيها اي مندوب ساعة اللي بدك مطرح ما بدك وكيف ما بدك. اي بلوم تكنولوجيا بتسهل لك حياتك. مساء الخير، هذه أبرز عناوين نشرة الليلة. ماكرون يدعو الحريري وأسرته إلى فرنسا، والحريري وعائلته إلى